يعني صراحة الناس هناك يعانيوا من مجموعة من المشاكل، ولكن واحد المشكل اللي يعني كيأرق الناس هنا هو المشكل ديال الماء الصالح للشرب، لدرجة أن هنا يعني الدريات ولا العيالات كيضطروا أنهم يقطعوا واحد المسافة طويلة باش يسقيو الماء باش غادي يشربوا. في 2015 2016 الساكنة استبشرت خيرا بواحد المشروع ديال تزويد دوار إسوال بالماء الصالح للشرب اللي حنا اليوم كنتواجدوا حداه. يعني هذا المشروع هذا اللي دار في 2015 2016 تقريبا، رحنا على بعد 6 سنوات باش دار هذا المشروع هذا، ولكن للاسف يعني ديك الفرحه اللي فرحات الساكنه بانهم غادي يلقاو الماء وغادي يلقاو الروبيني حداهم يعني مشات هباء منثورا. علاش؟ لان هذا المشروع هذا من نهار دار الى يومنا هذا ما خدامش. والمشكل فين كاين؟ المشكل كاين في ان البير ما فيهش الماء الصالح للشرب. هذا الشيء كيدفعنا اننا نطرحوا واحد المجموعه من التساؤلات، واش هذا البير هذا واش يعني نهار الاول فاش حفروه ما لقاوش فيه الماء، علاش غادي حنا نزيدو نخسرو فلوس اخرى في الطاقه وفي الشاطو وفي التيوات وفي هذا، وحنا كنعرفو بلي البير الا يعني الا تحفروا راه كيتيستيوهم، كيكون ان تيستور اللي كيتيستي هذا الماء واش كافي ولا غير كافي. الا كان كافي مزيان نمشيو للخطوه التاليه اللي هي الطاقات والشاطو، هذا ما كانش كافي راه كنحبسو كنقلبو على بير اخر. اذا هنا كنطرحوا التساؤل، واش هذا البير هذا النهار الاول زعما كان فيه الموعد ما ولاش فيه؟ فين كاين الاشكال هنا؟ راه يعني كنوجهوا واحد النداء لجميع الجهات المختصه والسلطة المحلية، يعني خصوصا المؤسسة ديال سيد العام، لأنه يتفتح تحقيق في هذا المشروع هذا أشنا هو المشكل. لأنه لا يعقل دوار على قدو اللي فيه تقريبا 115 أسرة، والمشروع يعني دار فيه واحد المجموعة ديال يعني تخسر فيها الفينونسمون اللي هو كبير، وفي التالي ما يعني ما نوصلش للمبتغى وما نحققوش الهدف منه اللي هو ان الناس يلقاو ما يشربوا. فهذا راه هو اشكال. الا كنا غادي نديروا غير بحال هاد النماذج ديال المشاريع فلا داعي لاننا غير نتسموا راه ربطنا واحد الدوار بالماء الصالح للشرب، وفي الحقيقه راه الناس ما عندهمش، يعني لا داعي لاننا نبقاو نديروهم. نعم سيدي، حنا هذا المشروع هذا نحنا جاو النهار الاول حفروا لنا هذا البير هذا، قعدوا شويه الماء قالوا لك راه كاين الماء كاين كذا، مشاو مشيت انا براسي قدمت الشكايه ديال هذا المشروع للولي ديال بلي مزال، تسنينا التعيينات ما كاين والو. من بعد جاو عاودوا الضله ديال الشاطو خلاو البير ما فيه والو، هادشي اللي كاين. وحنا دابا كنطلبو من المسؤولين ومن الله تبارك وتعالى يحن علينا، يشوفوا لنا شي بير اخر يحفروه، وربنا على الله يكون شي حاجه، راه الخير عند الله موجود. هادشي راه غاداروه قواربونا وتخلصوا وداو الفلوس ديال الدوله. السلام عليكم، هادشي اللي كاين. كنتعانوا في هذه القضيه ديال الماء بزاف، حيت هذا البير بدا في 2015، داروا لنا الطاقات وداك النهار الاول فاش ركبوا الطاقات خرجوا لنا واحد شويه ديال الماء، واحد الكتره ديال الماء، ومن بعد ما كاينش الماء، ما عرفناش مناش البنبه اللي جابوا كتصوتي هنا. صافي هذا الشيء اللي كاين. الماء عندنا بعيد، الا بغينا نسقيو دابا المرأة تدي الطروطة تحطو في العوينة وتتسنى تما ساعة ونص عاد طيح عمر داك الطرو، حيت فيها واحد شوية ديال الماء، ما كاينش الماء بعيد علينا، وكضرب ساعة ديال الطريق على ساعة تسنى تعمر الطرو وشوفي متى غادي توصل. ما كاين اللي يسول فينا، شكينا عينا شكينا للرئيس الجماعة ما دار لينا والو والو، ما كاين اللي يشوف من حالنا. يعني تقول ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.